بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم، ومرحبا وأهلا وسهلا بضيفي هذا اللقاء صاحب الفضيلة العلامة محمد ابن إسماعيل العمراني. أهلا وسهلا بكم. الله يعافيك قاضي محمد، قدرنا خيرات، والمشاهدون يستنكرون يقولون نحن قد غفلنا عنكم مدة كثيرة، فعفوا هي يمكن ظروفكم أنكم ما بصريش تطلعوا للتلفزيون. ماشي، لكن حسن الظن منكم ومن المستمعين. الله يحفظك. وإلا فسماعك خير، سماعك بالمعايدة خير من أن ترى. أبدا، هذا هو الواقع. جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة جاءتنا من بعض المشاهدين عن هذه الجمل، هل هي أحاديث مروية عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ الجملة الأولى: الدين المعاملة. الدين المعاملة هذا دارج على الألسنة، وقد ذكروا في الميثاق. من جملة ما ذكروا في الميثاق الأحاديث ذكروا حديث الدين والمعاملة. يعني قالوا أنه حديث؟ إيه، حسبوه من جملة الأحاديث، ولم أعرف إلا بعد أن انطبع. والواقع أنه ليس بحديث، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، إنما هو من الأحاديث الدارجة على الألسن. هذا من ناحية الرواية، ومن ناحية الدراية ليست المعاملة هي الحسنة، هي الإسلام نفسه وهو الدين نفسه. يعني المعاملة الدين الإسلامي عقيدة ومعاملة وعبادة، فلهذا يقدم العلماء أولا العقيدة، علم أصول الدين أو المقدمة في علم الفكر، ثم يأتون بالعبادات، ثم يأتون بالمعاملات. فالدين الإسلامي هو دين عقيدة ومعاملة وعبادة وسلوك. فهذا الحص هذا لا ينبغي أن تحصر هذا. فإذا قلت قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج وعرفة، مع أن مناسك الحج كثيرة، نقول ولكن قد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن المناسك كثيرة، وحمل العلماء على أن المراد المنسك العظيم هو عرفة، المراد هذا. وهذا لا يمكن أن ما بش دليل ما يجعلنا نقول المراد المنسك العظيم، الدين الحقيقي أو العظيم أو هو المعاملة، لأن قبل المعاملة شيء واحد أولا وهو العقيدة، ثم ثانيا العبادة، ثم المعاملات. فمن يعاملنا معامل وهو ملحد لا يسمى دين إسلامي. من يعاملنا المعاملة حسنة وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل أي شيء، فلا، إنما هي متممة المعاملة. صحيح. طيب، من أين استدنا الحصر والقصر؟ ومن تعريف الطرفين عندما قلنا الدين المعاملة، الحصر والقصر من أين؟ ما نقول الدين المعاملة، يعني استنكرت المسند والمسند إليه سواء. الدين تعريف الطرفين، يعني تعريف الطرفين الذي يسمى في علم النحو المبتدا والخبر، وفي علم المعاني والبيان المسند والمسند إليه، وفي علم المنطق المحمول والموضوع. هذا يدل، إذا تعريف للشيء هذا يدل على الحصر والقصر. لكن في الأحاديث الصحيحة يجب أن احنا نقول المراد العظم، لكن هذا مش حديث صحيح حتى نتأول حتى نأوله. أي نأوله. الجملة الثانية: رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. هذا حديث دارج على الأسن، على الأسن لا يعرف، لكن ورد بمعنى إن الله يحب من المؤمن أن يعمل عملا ويتقن في عمله، بهذا المعنى. أما هذا فغير موجود. الجملة الثالثة: المرء بأصغره قلبه ولسانه. هذا أثر مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من المذكورات في آخر شهر كتاب نهج البلاغة. ليس بحديث. بورك لأمتي في بكورها. هذا حديث موجود، وأتوب في أحد في السفر، أنه في البكرة أو في الصيام أو في غيره الإنسان يعمل مبكرا، هذا ورد أحاديث، لكن بحديث يوم الخميس هذا ليس بصحيح، لكن يذكر في كتب الفقه في كتاب الصيام. نقول لا، مش حاجة نقول يوم الخميس،
وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية صيام يوم الخميس. هذه الجملة: الشتاء ربيع المؤمن يقوم ليله ويصوم نهاره. هذا صحيح. هلا ها. لأنه يعني اليوم صغير يستطيع أن يصوم فيه. وأيضا الجو بارد. بينما الليل كبير فيستطيع أن يحييه بالذكر أو بالصلاة. ما شاء الله. ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. هذا حديث صحيح. لا بأس. طيب، نية المؤمن خير من عمله. هذا حديث ترجع الأصل موجود في كتب الأحاديث لكن مش صحيح. إذن الزم أن الإنسان الذي نوي يكون أحسن من الذي عمل. نوي أنه يجاهد. وهذا جاهد سيكون أحسن من هذا، فرق ماشي. إنما إذا صح فهو مبالغة، ولكن الحديث من الأحاديث الضعيفة مذكور في الكتب كلها، في الكتب الأحاديث الدارجة على الألسن كلهم يذكروه. طيب، صلاة النهار عجماء، هذا يذكروه ويجعلوه دليل على أن الإنسان يسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر. فقد أجمع المسلمون على أن صلاة الظهر والعصر سرية في جميع المذاهب، وأما المغرب والعشاء، الثنتين من المغرب والثنتين من العشاء والفجر، فهي جهرية. هذا بإجماع العلماء. لكنهم اختلفوا هل هو على جهة الوجوب أو على جهة السنة. فالذي ذهب به علماء المذهب الهادوي أنه واجب، والذي ذهب إليها علماء آخر، الجمهور من العلماء الشافعي والحنفي والمالكي وهم الثاب أحمد بن عيسى بن زيد بن علي والمؤيد بالله، يقولوا إنما هو سنة فقط. هذا يحتج بحديث صلاة النهار عجماء، أي أنها سرية، وهذا حديث غير صحيح. واحتج صاحب البحر بآية بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال معناها: ولا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغي بين ذلك طريقا متوسطا ما بين الجهل والإصرار، وهو أنك تسر في الظهر والعصر وتجهر في غيرها. ولكن علماء التفسير فسروها بتفسير آخر، قالوا: ولا تجهر بصلاتك حتى يسمعك المشركون فيأذونك ويأذون أصحابك، وقد كانوا يومئذ يصلوا خفية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة. فقال: لا تجهر بصلاتك حتى يسمعك المشركون فيأذونك، ولا تخافت بها مخافة بحيث لا يسمعك المسلمون الذين يصلون خلفك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقا متوسطا ما بين الإفراد والتفريط، فلا تجهر بها حتى يسمع المشركون، ولا تسر بها حتى لا يسمع المؤمنين، بل اعمل طريق وسطى بحيث يسمعك المسلمون الذين يصلون خلفك في دار الأرقم ولا يسمعك المشركون. معناها عند جمهور المفسرين هذا. عظيم، بعد في حكمة عظيمة مهما كان، يعني الذي قالوا بالوجوب أو قالوا بالسنة، عندما في النهار يسر الإنسان وفي الليل يتشر، شيء لطيف. ما لأن هذا في الظلام، فالغالب هذا، لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن المساجد مسرجة، فكان النبي يجهر في الفجر وفي المغرب وفي العشاء، وفي الظهر والعصر كان يسر بها. هذا من جملة العلل. ولا فالأحاديث كلها هكذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر في الظهر والعصر ويشهر في غيرها. لكن إذا أردنا أن نعلل بهذا التعليل. نعم. وبعد اللطيف أنه في المناسبة لا شيء، صلاة العيد، صلاة الجمعة، هذا خاص. وهذا ما يدل على أنها مخصصة إلا صلاة العيد. نعم، استراية. بس في صلاة الجمعة جهر النبي بها مع في النهار يعني. وكذلك في صلاة العيد. وهذه الجملة: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها.
جملة القلوب على حب من أحسنها وبغض من أساء إليها. هذا يروى في بعض الكتب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام سليمان العمش من علماء التابعين، أنه قيل له، قالوا أنه أتى بها بصفة نكتة، قالوا أنه تولى فلان على المظالم في البصرة أو في الكوفة، فقيل لسليمان العمش فقال ظالم تولى على المظالم، فأرسلوا إليه وقالوا أن سليمان العمش قال كذا كذا. في يوم ثاني أرسل لبواسة فسألوا عنه فقال جبلة القلوب على حب أحسن إليها. هذه التوها قصة سنة. وبعضهم ذكرها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي العلا بن محمد بن علي الشوكاني على جلالته وكثرة حفظه للأحاديث وانتقاده، انتقد في كتاب وبل الغمام حاشية شفاء الأواب، تكلم في مسألة هل يجوز أخذ الهدية للقاضي. قال لا، يحرم على القاضي أن يقبل الهدية لأنه ستكون شبه رشوة، لأنه سيحسن إليه ثم يريد أن يحكم عليه. قال وقد قال الصادق البصدوق جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. على أجبت على في الهابش، قلنا بالرغم من كونه إمام في الحديث ومحقق ومجتهد وألف في الأحاديث الموضوعة، لكنه في هذا البرد زعم أنه حديث وليس بحديث. وكل من اطلع على كتب الأحاديث الموضوعة والمجتهدة على الأسن يعرف أن هذا ليس بحديث. هذه رسالة من صنعاء، من الأخت رمزت إلى اسمها بها عين، تقول أفتوني، كان لدي مبلغ من المال جمعته من أهل الخير لأختي العاجزة بغرض مساعدتها عند حاجتها من علاج وغيره، وعندي مبلغ آخر لناس كوديعة، والباقي عندي مبلغ أيضا لي، وسرقت هذه المبالغ كاملة وتم إخطار المباحث في وقته، وحدث أن توفيت أختي المريضة، وجاء الآن ابنها وزوجها يطالبونني بالمبلغ الذي يخص أختي. للعلم أنه جمع لها بواسطتي من أهل الخير كصدقات، وسرق مع غير من الفلوس، فما رأي الشرع في ذلك؟ هل أنا ملزمة بتسليم المبلغ لزوجها وابنها وابنتها كاملا أم لا؟ نرجوكم التوضيح. إذا صح وأن القضية على ما وصفت هذه المرأة فهي غير ضامنة، لأنها أمينة وعبارة عن استودعت أو طالبت بتبرع فحفظتها، فلا تضمن، لا يضمن الوديع إلا إذا جنى أو فرط. هذا ما جنتش